من الفرق المهمة جدا اللي بتشارك النهاردة محمد العنتبلي وهاني مدبولي. محمد العنتبلي من السواقين الأقوياء، يمكن ليه تاريخ شوي بره في البرتغال، هيحكي لي أكتر. وكان لينا حاجات كتير وقلنا إن شاء الله قريب هنعمل حلقة كويسة جدا تتفرجوا، وخصوصا أنا بنبسط قوي لما يبقى فيه سواقين مصريين بيعملوا حاجات كتير جامدة وبيكسبوا وبيعملوا مراكز كويسة قوي ومحدش واخد باله. برحب بيك يا محمد وأقول لك مبروك طبعا على النتائج الجميلة اللي أنت بقالك فترة بتعملها، ومبسوط إن أنت موجود معانا النهاردة في الرالي في الجونة. ميرسي يا تامر ليك، وده طبعا بتشجيعكم. أنا مبروك العربية جت. الله يبارك فيك. معلش أنا اتأخرت بس ظروف الشحن وكده. عندنا مشاكل دايما مع الشحن، يعني انا ساكت اهو، مش هقول حاجه، انا عارف ان ايه، انا ساكت اهو مش بس في ظروف الشحن كان بيعملوا لها سيرفيس. طبعا انت عارف خلصت الباها بورتوليجل، ده اخر جوله من جولات العالم 2012، والحمد لله كان ربنا وفقني. نزلت طبعا ارض جديده عليا، كان كلها ماضي خالص، طينيه خالص، وكان الوزر حتى كان مطر كتير، فكانت يعني بايظه خالص يعني. بس الحمد لله قدرت اخلص ال 14 على 42 من ابطال العالم ما شاء الله. خلصت 16 عربيه الحمد لله، نجحت اخش 14 اوفرول. وده كانت العربيه ستوك، العربيه ستوك عربيه تي 2، اوكي، مش ما فيهاش اي تعديل خالص. وطلعت خامس تي 2، خامس تي 2، وده طبعا ده اول فريق مصري الحمد لله يروح رالي البرتغال ويحقق كمان نتيجه، فبشكر ربنا الحمد لله. الحمد لله، وهو ده اللي متعودين دايما المصريين لما بيمثلونا بره. وانا مبسوط ان انت خدت الخطوه دي، وانا عارف انها صعبه، وانت عارف ان احنا في نفس اللاين برضو وتعبانين في الموضوع ده، بس اوفرول انا اوفرول انا مبسوط لما بيبقى واحد عنده تارجت وهدف ويحققه، وهو ده اللي احنا عايزينه. يمكن سرجاني بينادي على البريفنج، قول لي بسرعه هتعمل ايه على الراوند بتاعت بكره، ونعرف بكره مهمه قوي. بكره طبعا الارض، واضح ان الارض راكي قوي، والارض التراك حاد جدا على الكاوتش، وهيبقى صعب جدا على الكاوتش. واللي هيفرق بكره انا وجهه نظري اللي هيفرقع الكاوتش كتير هو اللي يعني ده وقتك. اللي هيحافظ على كاوتشه هو اللي هيوصل للفينش لاين، ان ما فيش اي فن بكره في التراك، انت بتدوس وخلاص، بس انت اهم شيء تنقي التراك بتاعك. الفيصل غير كاوتش، هتغير كام فرد كاوتش بكره، هو ده اللي هيفرق بكره بالذات مع التراك بتاع بكره. بعد بكره في اتنين ديونز هيتنطوا، اللي هيعرف ينطهم طبعا مش يعني هينطهم كويس هيعدي، بلس طبعا هيرجع تراك تاني روكي، فاي هوب ان شاء الله ما نفرقعش كاوتش كتير يعني. ان شاء الله، واتمنى لك التوفيق. وسرجاني بينادي على بريك، نشوفكم ان شاء الله بعد الرايد. ثانك يو حبيبي، ميرسي.